المانجا وملك القرود، حكاية من التراث الهندي. هل سبق أن أكلتم فاكهة المانجا؟ إنها فاكهة حلوة، معطرة ولذيذة جدا. قبل عدة سنوات وفي شمال الهند، عند سفوح جبال الهملايا وهي أعلى جبال العالم، نمت شجرة كبيرة للمانجا. لقد عاش بالقرب منها الكثير من القرود عيشة مليئة بالهدوء والطمأنينة. كان القرد دافاتا واحدا من هذه القرود. كان طماعا وغليظا، ولكن لا يمكن مقارنته بزعيم القرود باديستا. زعيم القرود باديستا قوي البنية، عطوف القلب، كان الجميع معجبا به. كان باديستا يفكر بسعادة جميع القرود واستقرارهم. كانت أرض القرود محاطة بالمياه والوديان، وكانت هادئة جدا. عند شواطئ النهر توجد عاصمة الهند القديمة، ولكن سقوط هذه الحبة من المانجا في النهر سيكون سبباً بحدوث كارثة غير متوقعة. وهكذا جرفت حبة المانجا إلى العاصمة. ماذا يجري؟ هدوء، لا أستطيع النوم. ماذا؟ أوه، ذلك اللمعان يبدو جميلا جدا. أيها الجندي، هيا. أيها الجندي، اذهب واجلب ذلك شيء من النهر. هيا. أعطني تلك الفاكهة، هذه رغبة بهراجة. تخصكم؟ كل شيء هنا يخص المهراجة. هيا أعطني، أعطني. خيرا خيرا. لم يرى المهراجة فاكهة المانجا من قبل، لذا استدعى عالم النباتات ليفحص الفاكهة في الحال. وجدتها، إنها المانجا، وتوجد فقط في جبال الهملايا. حسب هذا الكتاب طعمها لذيذ جدا، كأنها فاكهة من فواكه الجنة. سأجربها. إنها لذيذة جدا. إنها تذوب في الفم بسرعة. نعم، إنك على حق، ولقد انتهت. نعم، ولكن سأذهب وأحضر لك بعضا منها، سأعود محملا بالمانجا. المهراج الذي أراد أن يأكل المزيد من المانجا فكر قليلا وقال لنفسه: إذا ذهبت عكس اتجاه النهر حتما سأجد شجرة المانجا. وهكذا غادر إلى أعماق جبال الهملايا مصطحبا معه عددا كبيرا من الجنود. وبعد أسبوع وصل المهراج ورجاله إلى بقعة كان تيار الماء فيها سريعا وغدارا. تماسكوا، تشجعوا، تشجعوا. كان المهراج خائفا، وعلم بأنه لو ذهب لإنقاذ الجنود سيغرق مثلهم ولن يستطيع تذوق فاكهة المانجا اللذيذة مرة ثانية. ها
وأخيرا وصلوا إلى أعماق الهملايا فوجدوا شجرة المانجا. أوه شجرة المانجا! اختبئوا! في تلك اللحظة وبعد أن رأى باديستا قارب المهراج مع رجاله، أمر القرود بأن يختبئوا في غابة قريبة منهم. اتبعوني! هيا! أوه! هذه هي ثمرة المانجا! المانجا! وبالحال أمر المهراج جنوده بجمع المانجا. لقد شبعت شبع. ولما حل الظلام قرر المهراج قضاء الليلة هناك. وفي منتصف الليل وبينما المهراج وجنوده كانوا نائمين، خرجت القرود بهدوء وبدأت تأكل المانجا. ومع أن الجنود قطفوا مقدارا كبيرا منها، فقد بقي منها الكثير أيضا. ها؟ ترى ماذا سيفعل دفات الطماع؟ كان الظلام حالكا، لذا لم تصب سهام الجنود أيا من القرود، والتي لم تستطع الهرب أيضا. ولكن قريبا ستشرق شمس الصباح، وعندما تشرق الشمس ويشق النهار طريقه، ستكون جميع القرود بالتأكيد مقتولة. في تلك اللحظة خطرت على بال باديستا فكرة جيدة. فكر بأنه إذا ربط حبلا في الشجرة وربط نهاية الحبل بالشجرة الأخرى من الناحية الثانية من النهر، سيكون سهلا على القرود الهرب. هرب أحد القرود! لقد تعجل في صنع الحبل، لذا كان قصيرا جدا ولم يكن هناك وقت لصنعه من جديد. لقد هربوا! اقتلوهم! أضحي بحياتي من أجل أصدقائي، عجيب! هيا بسرعة بسرعة! توقفوا توقفوا! إنكم أغبياء! انظروا إلى القرد! ألا تفعلون شيئاً تجاه هذا الموقف؟ هيا أسرعوا أسرعوا! لماذا لا يهرب ذلك القرد؟ كل أصدقائي عبروا إلى الناحية الأخرى. سيدي هناك قرد على الشجرة. من شدة خوف دفاتا لم يستطع التحرك. هيا هيا أهرب يا دفاتا بسرعة! هيا! أوه إنه في خطر! أترك ذلك القرد! انظر إلى هذا! أحب المهراج باديستا دون أن يدرك ذلك. هيا أسرع أسرع! ومع أنه كان شريرا لم يستطع باديستا أن يتخلى عنه. اذهبوا بسرعة وانقذوا ذلك القرد المسكين. هيا هيا هيا! انه هناك! تشجع، انت قرد قوي. من كثرة تعبه وآلامه توقف باديستا عن التنفس. بالأمر لا تموت لا تموت أرجوك. يا لك من
قرد شجاع ومخلص لأصدقائه. لقد تعلمت منك درسا لن أنساه أبدا. عاد المهراج إلى العاصمة بدون الفاكهة، وأصبح بعد ذلك رقيقا وأعجب به جميع الناس.